نروح لجرافيك هذه المباراه، او خلينا ناخد كريم احمد يطمنا كالعاده الحقيقه على فريق النادي الاهلي وماذا فعل فريق النادي الاهلي النهارده في فندق الاقامه. يا كريم ازيك؟ اتفضل يا كريم. شكرا ليك كابتن اسلام الشاطر، شكرا لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا بنقول رمضان كريم، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير، وكالعاده يكون شهر رمضان شهر خير وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري بالكامل. كالعاده زي ما جمهور النادي الاهلي بيتابعنا من خلال ملعب الاهلي كواليس المباريات، بطوله الدوري العام، البطوله الافريقيه، مباراه مهمه النهارده وغايه في الصعوبه كالعاده كعاده كل المباريات، مؤجله من الجوله 29 نادي النجوم والنادي الاهلي على استاد بترو سبورت في تمام الساعه 7 مساء. مباراه كان استعد ليها النادي الاهلي بشكل كبير خلال الايام الماضيه بدون راحه نظرا لتلاحم المباريات الكبير، لكن الامور المهمه واللي يمكن حابين نتكلم عليها كابتن اسلام في التدريبات الاخيره لمستر مارت لاسارتي المدير الفني، اكثر من فقره تدريبيه مميزه ويمكن يدل ان يمكن لعيبه النادي الاهلي عندها جديه واصرار ان يبقى في تلافي للاخطاء، يعني اهدار الفرص اللي كنا بنشوفه خلال المباريات الماضيه، تسديد على المرمى والهدف الرائع لعلي معلول دايما بنشوفه في التدريبات، في كل تدريب بيكون في فقره تدريبيه. التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي كان في تصويب على المرمى، الكروسات، التغطيات العكسيه، التمركزات، كل ده الراجل بيشتغل عليه بشكل كبير مع كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، الجهاز الفني بالكامل لتلافي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في المباريات الماضيه. واكيد فنيا الوصول الى المرمى بيبقى امر مهم، لكن الاهم ان يبقى في فينش، واهم حاجه الفينش طبعا لكل اللاعبين. ازارو كان بيشارك، صلاح، محسن، مروان طبعا كالعاده عارفين ان هو لسه كان اول تدريب يشارك فيه امس، لكن في شغل كبير تدريبيا وفنيا داخل المستطيل الاخضر، لان في المباراه الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا. لكن كمان لو بنتكلم على قائمه فريق النادي الاهلي اللي تم اختيارها من الجهاز الفني، 20 لاعب يدخلوا هذه المباراه. حراسة المرمى الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعة، عمرو السلية، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاييه، جيرالدو، وليد أزارو، وصلاح محسن. أكيد طبعا حمد لله على السلامة شريف إكرامي واحد من الحراس المميزين وكابتن من كباتن فريق النادي الأهلي، بيشارك النهاردة إن شاء الله في القائمة. أكيد طبعا الفترة اللي فاتت غاب بشكل كبير جدا عن المباريات والتدريبات، شد السمانة خد منه وقت شوية، لكن خلاص شفناه في تدريب الأمس وأول أمس بيعلن جاهزيته إن شاء الله لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. جيرالدو كمان عايزين نأكد على جاهزيته بعد الكدمة والصدمة الكبيرة جدا في المباراة الماضية، طبيب النادي الأهلي والجهاز الطبي اشتغلوا عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية بالتحديد، بيعلن أيضا كمان جاهزيته لهذه المباراة، ولكن كالعادة طبق الرؤية الفنية لمستر مارت لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي. على الجانب الآخر عدد كبير من الغيابات في مسميات عديدة، مسمى فني ومسمى تأهيل ومسمى أيضا كمان للإصابات، لكن لو ببدأ معاك بفنيا، حسام عاشور، مروان محسن، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، باسم علي، حمودي، إسلام محارب، محمد شريف، ومحمد نجيب. بين قوسين أن أحمد الشيخ يمكن ما عندوش إصابة قوية لكن هو عنده نزلة برد، لكن أكيد كان في طبعا من الجهاز الطبي أن يكون أحمد مش متواجد في تدريب الأمس وأيضا كمان في قائمة مباراة اليوم. بشكل عام يا كابتن اسلام الاجواء كلها اجواء مميزه، التشكيل طبعا المتوقع اللي احنا يمكن بنحاول ان احنا نقراه في التدريبات الاخيره، يمكن في حيره في الاطراف، لكن لو بنتكلم على خط الظهر حراسه المرمى احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، وحمدي فتحي، وعمر السليه، وفي حراسه المرمى الشناوي، وفي الهجوم وليد ازارو، وتحتيه صالح جمعه. لكن على الاطراف ممكن نشوف وليد سليمان، رمضان صبحي، ممكن نشوف الشحات، جيرالدو، ممكن نشوف تغيير في الاطراف، لكن يمكن نقدر نقول ان خلاص هيبقى في اضيق الحدود لعيب او اثنين هم اللي هيكونوا متغيرين النهارده في مباراه اليوم. جيرالدو ممكن يكون في تفضيل لراحته والدفع بيه حسين الشحات، لكن اكيد مجرد وصلنا لملعب المباراه واعلان التشكيل بالكامل هيكون من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي، تشكيل الفريقين، الاجواء الخاصه باستاد بترو سبورت، ارضيه الملعب كالعاده نتكلم عليها ونشرح كل الاجواء ان شاء الله في حين وصلنا الى استاد بترو سبورت. كالعاده من ايضا من خلال كابتن اسلام بنوعي كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون مباراه النهارده تليق باسم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي تتمثل في روح الفانيله الحمراء الجديه والقتال حتى اخر ثانيه، وان شاء الله باذن الله تكون نقاط هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام.